إضراب وطني شل المستشفيات والعيادات العمومية أمس، دعت إليه نقابات القطاع، دام يوماً واحداً ولقي استجابة بنسبة 80%. أولاً يعني الإسراع في الإصلاح داخل المنظومة الصحية، يعني نطالب السلطات تتدخل يعني بصفة مستعجلة وتبدأ يعني ينطلق العمل هذا الإصلاح اللي رانا ننتظره فيه منذ سنوات. والإصلاح في نقاط عديدة، يعني إصلاح هيكلي، إصلاح قانوني، إعادة النظر في تسيير الموارد البشرية داخل القطاع. معدل وطني كان فوق 80% نسبة استجابة، وكنا ننتظر في هذا الشيء وأكثر لأنه في تذمر كبير. الانشغالات والناتجة عن الجائحة جاءت ضمن المطالب بتطبيق قرارات رئيس الجمهورية من خلال صب الشطر الثالث من المنحة، إضافة إلى العلاوات التي من المفترض أن يستفيد منها أهالي ضحايا الفيروس. فيها المنحة تاع الكوفيد اللي تتقدم كل 3 شهور، واللي تعطلت يعني صرفها تعطل يعني مدة فاقت 7 شهور. فيها مؤخرا يعني قرار واتخذ على مستوى الحكومة يعني تسهيل هذه العملية وصب الشطر الثالث من هذه المنحة. كذلك العلاوة نتاع العائلات اللي فقدت يعني ضحية من مهنيين قطاع الصحة اللي توفوا ربي يرحمهم، كل عائلة أقرر السيد رئيس الجمهورية أنها تستفيد من علاوة قيمتها 100 مليون سنتيم. توتر يعود إلى قطاع الصحة ومشاكل كثيرة يعاني منها القطاع في ظرف استثنائي خاص يفرض على وزارة الصحة الأخذ بعين الاعتبار ما قدمه الأطباء من جهود منذ بداية الجائحة.